الحمد لله الملك القهار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار ومقدر الأمور كما يشاء ويختار ويكوِّر النهار على الليل ويكوِّر الليل على النهار أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد مع التكرار وأشكره وفضله على من شكر مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سخر الشمس والقمر يجريان بحسبان ومقدار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رفع الله ببعثته الأغلال والآصار وفرق بشريعته بين المتقين والفجار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وتابعيهم ما تتابع الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقواه خير الزاد للأبرار وجزاء المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين لقد تربصنا 11 شهرا بحلوها ومرها وفرحها وترحها لقد تربصنا تلكم الشهور بعجرها وبجرها حتى تاقت النفوس واشرأبت إلى محط رحال نلقي فيه أحمالنا ونمسح ما على جباهنا من عرق ونكفكف ما بأعيننا من دموع لقد كنا بحاجة إلى وقت نثبت به قلوبنا ونطفئ به ظمأها ونسقي زرعها لنطرح فيه همومنا وكدنا وكدحنا عند أول عتبة من أعتابه لنستجلب من جنباته مادة النماء ونعيد فيه ترتيب أوراقنا وقراءة ما بين السطور فيها بتمعن وإفاقة لنفهم كيف نواصل السير بأيسر الطرق وأرقاها إلى ما يرضي خالقنا ومولانا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات مرة فقال عليه الصلاة والسلام آمين 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 قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين 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 فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين شهر رمضان شهر الرحمة والبركة والغفران شهر الروحانية والتدبر والإنابة شهر ضياء المساجد والتسبيح والذكر والمحامد شهر عظم وجمال وبهاء وروعة شهر من ضيعه فهو لما سواه أضيع شهر تبرز فيه مظاهر الطاعة والتدين ومحاسبة النفس والبحث عن التغيير من السيء إلى الحسن ومن الفاضل إلى الأفضل شهر تسمو فيه الروح التي تكبح جماح النفس عن نزواتها وتحد من هفواتها وشطحاتها القلبية والبطنية والفرجية والعقلية وتكون أكثر استعداداً لقبول نفحات خالقها جل وعلا وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله لأن في الصوم تضييق مجاري الشيطان عن العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب ومن هنا أيها المؤمنون جاءت حاجة المؤمن المسلم إلى تصفيد الشياطين في هذا الشهر
لئلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، ولتكون الفرصة مواتية في أن يربي الإنسان والمرء نفسه ويقويها لمغالبة الشيطان وإحكام المنعة أمام حيله وألاعيبه. ولا جرم عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهو ضعيف أمام الصادق، وهو ضعيف أمام العادل المؤمن الوجل من ربه ومولاه، لأن هذا كله كفيل بتخفيف سورة الشيطان وإطفاء أتون ناره في المكر وحول الكور، حتى يرى العبد بأم عينيه وبصيرة قلبه أنه إنما كان مستسمناً ذا ورم. وإن تعجب عباد الله، فعجب قول النبي عليه الصلاة والسلام للفاروق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجه. والمعلوم عباد الله باتفاق الأمة أن عمر رضي الله عنه لم يكن نبياً، ولم يكن مرسلاً، ولم يكن ملكاً مقرباً، وإنما هو عبدٌ من عباد الله قوي الإيمان. أيها المسلمون، إن منزلة شهر رمضان مع بقية الشهور كمنزلة يوسف عليه السلام من إخوته الأحد عشر، وإن يعقوب عليه السلام لم يرتد إليه بصره بشيء من ثيابهم، وارتد بصره بقميص يوسف عليه السلام. فهذا أوان المذنب الذي مرت عليه شهور السنة مسرفاً مضيعاً، هذا أوان المجتمعات في المحاسبة والبحث عن تغيير ما بهم من خواء وضعف وخلخلة، لترتد إليهم بصيرتهم وروحانيتهم وصفاؤهم وإخاؤهم وتلاحمهم واتباعهم لشرعة ربهم على الوجه الذي يرضيه الله، على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لعل شمهم رائحة رمضان وجلوسهم مع الذاكرين وركوعهم مع الراكعين يكون سبباً في أن ترتد إليهم قلوبهم الغافلة وتحيا نفوسهم التائهة في معترك الحضارات الجافة الجارفة التي أبصرت ما فوق سطح القمر وعميت عما بين أيديها، والتي أفرزت لنا أناساً في هذا الشهر شغلوا أنفسهم عن واجب رمضان وحرمته حتى قصروا غاية برهم به في جعله موسماً حولياً للتفنن في الموائد الزاخرة وفرصة سانحة للهو والعبث وشغل الاهتمام بمستجدات الأطروحات المرئية والألغاز الرتيبة التي لا يستفيد منها الذكي ولا يحتاج إليها البليد، وكذلك الأفلام الهابطة التي تخدش الحياء وتبرز التفلت عن الحشمة، فحطموا بذلك روح المغالبة والمراغمة مع حيل الشيطان ومكره في هذا الشهر المبارك، فيتلذذون بملذات شهر واحد ويندمون سنين طويلة وما علموا أنه ما بين أحدنا وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها هذه اللحظة وتدنيها الساعة لجديرة بقصر المدة مهما طالت. فرحم الله امرأً قدم توبته وغالب شهوته وعظم هذا الشهر وراعى حرمته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له والشيطان موكل به، يزين له المعصية والتفريط ليركبهما سادر اللاهية، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا قليلا. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون.